بكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ولقاء متجدد دايما على شاشة المحور وفقرة جديدة من فقراتنا الطبية المتميزة وبرنامجكم الطبيب. يمكن احنا سبق اتكلمنا وكان معانا سلسلة فقرات دكتور انجي العزازي، واحنا لسه مكملين سلسلة فقرات دكتور انجي، والنهاردة هنتكلم عن الطرق العلاجية الحديثة، ايه اللي توصل له الطب فيه علاج الشعر وعلاج البشرة. مشاكل كتير جدا يمكن بتقابل سيدات وبتقابل بنات وبتقابل رجال، في مشاكل طبعا المختلفة من حبوب، من تهدل مثلا في الخدود، من مشاكل كتير جدا مختلفة يا نور، واحنا النهارده بنوضح لكل السادة المشاهدين ايه الطرق الجديدة العلاجية. كمان هنجاوب ان شاء الله على كل الاسئلة اللي اتبعتت لنا على صفحتنا الطبيب بالعربي على الفيسبوك، كل الاسئلة اللي جات لنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نجاوب عليها مع ضيفتنا دكتور انجي العزازي، وان شاء الله طبعا الاجابات دي هتفيد ناس كتير قوي من مشاهدينا اللي بيشوفوا حلقتنا النهارده. بس الاول اسمحوا لي ارحب بضيفتنا الجميلة اللي منورانا النهارده، يا دكتور انجي العزازي، استشاري الامراض الجلدية والتجميل والليزر، وحاصلة على البورد الامريكي للتجميل والليزر، وماجستير الامراض الجلديه جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه الاوروبيه للليزر، وعضو الاكاديميه الامريكيه للتجميل. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي دكتور انجي، منورانا. بسعد جدا بلقائك لما حضرتك بتكوني معانا، وبنتفائل من المعلومات اللي باخدها من حضرتك وبنقولها لكل الساده المشاهدين. احنا طبعا معانا النهارده مجموعه من الاسئله، ويمكن الحلقه دي بتكون مميزه لانها بتبقى ملمه لمواضيع كتير. اول سؤال يا دكتور، في سيدة بتسأل بتقول أنا إيدي نحيفة جدا والعروق فيها بتبقى واضحة ومسببة لها إحراق شديد وبتخلي دايما سن كبير، إيه العلاج فيها؟ طبعا أي حاجة فيها مكان فاضي اتفقنا إن بنعملها ملئ بالفيلر، فده بنعمل نوع خاص من الفيلر بنحقنه في الإيدين، نتيجته بتبقى هايلة جدا جدا. أنا كان معايا كمان فيديو عايزين نشوفه لانه مش مؤلم خالص. كل الناس كانت بتخاف وتقول لك ليه نعمل فيلر في ايدنا هيوجعنا جدا. دي اول حاجه 5 مناطق بيتحقنوا، بنحددهم الاول عشان نبقى عارفين بنحقن فين. ندخل بعد كده بحقنه بنج موضعيه، هتشوفي الفرق بقى. بصي العروق هنا باينه جدا، شوفي دلوقتي بنحدد الاماكن اللي هنحقن فيها يا دكتور، صح؟ العروق بتاعت ايه بتبقى باينه، فده بيبين السن قوي يعني. فهنحدد هنا الاماكن وهنبدا ان احنا نحط بنج موضعي ونبدا ان احنا نحقنها. الكلام ده كله ما بياخدش اكتر من 10 دقائق، ونتيجته بتقعد معانا فتره طويله، ممكن تقعد معانا لغايه سنه. دول ال5 مناطق اهمت، تمام. هندخل احنا شايفين كده قدامنا، هندخل بحقنه البنج. واضح كمان ان في اماكن فاضيه، فده سهل ان انت تمليها براحتك حتى لو كميه كبيره. طبعا ما بنملهاش بحقنه فيلر عاديه، بنملها بحاجه اسمها كانيولا عشان اقدر ان انا اوزع الفيلر ده في الايد كلها. من الكانيولا، انك لو دخلتيها لو دخلتيها دي حقن بنج موضعي في كل المكان اللي بدخل فيه، فاذا ما فيش الم خالص هيحصل. ونبدا ان احنا نحقنها، وهتشوفي النتيجه كمان قبل وبعد في الصوره تبقى عامله ازاي يا نور. بصي دي احنا شايفين طبعا طريقه الحقن، دي بقى الايه الكانيولا اللي بقول لك عليها، لان دي تبقى حاجه اطول كتير، حاجه بتخش ممكن ان انا اوزع بيها في اي مكان مش في بوينت واحده، فاذا بدخل من مكان واحد واوزع طول الخط اللي انا بحقن فيه. فانت وانت بتحقني يعني بتبان على طول ان في حصل ملء للمكان دوت. في سن محدد يا دكتور بنحقن فيه؟ يعني في المشكله دي بيعاني منها طبعا على مختلف الاعمار، ايه السن بقى المناسب يا دكتور ان نقدر نحقن؟ لا مفيش سن معين، هو الفيلر طبعا امن زي ما اتفقنا قبل كده، بس هو الفكره كلها انك عندك مشكله تحليها. فما فيش مشكله في موضوع السن خالص، لان في ناس صغيرين ايديهم اصلا ضعيفه، مش مجرد ان في عروق باينه يعني. حلو قوي يا دكتور. طيب شيرين بقى بتسال ايه بعد، لو بصي نور الاول ده ماشي، ده قبل وبعد. طبعا العروق اختفت تماما. طب دكتور المريضه بتحتاج كم جلسه عشان توصل للنتيجه دي؟ هي جلسه واحده. جلسه واحده وتوصل للنتيجه دي طبعا هايل جدا. دي اللي كانت بتتحقن على فكره، بصي العروق مش باينه دايما خالص. حتى الفرد ده بيبين عروق اكتر، طبعا هي اختفت هنا جدا جدا، هايل جدا. طيب شيرين يا دكتور بتسال استخدامات البوتوكس والفيلرز وايه الفرق ما بينهم، عايز تعرف استخداماتهم وفرق ما بينهم. طيب احنا طبعا البوتوكس قلنا ده حاجه بترخي العضلات، فلو حد مثلا عنده الخطوط اللي لما بيضحك لما بيكشر العرضيه فده بيرخي. بالنسبه للفيلر بيملى مواد مليئه زي ما مملنا الايدين، زي ما بنملى خدود، زي ما بنملى شفايف. تمام. احنا هنشوف صور يا دكتور هتوضح لنا اكتر. دي بصي الخطين اللي هم اللي عند الانف والفم، وخط اللي هو اللي عند الفم. فده احنا هنعمل فيه ايه؟ مش هنرخي حاجه، بالعكس احنا بنحقن حاجه عشان نمليها. فده فرق البوتوكس عن الفيلر، ان احنا بنملى مكان فاضي. طبعا دي عملت ايه؟ عملت بوتوكس.
وباينه جدا ان طبعا في تحسن كبير يمكن يكون اختفت تماما. بيقولوا لي ايه هو الكراوس فيت اللي بتتكلمي عليه كتير او رجل الغراب اللي هو عند ما بنضحك العين بتجعيد اللي عند العين. فدي بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها بوتوكس طبعا. ترجع تاني بقى بعد قد ايه يا دكتور؟ من الوقت بعد الحقن 6 شهور لـ9 شهور من الحقن. هايل طبعا وقت. وطبعا دي اللي هي 111 فدي برضه عملنا لها بوتوكس، فده الفرق اللي بين البوتوكس والفيلر. جميل يا دكتور. طيب عندي كمان سؤال، ينفع نعمل فيلرز وبوتوكس مع بعض؟ ينفع. بس ما ينفعش نفس المكان اعمل فيه نفس الحاجه. يعني لو بعمل بوتوكس في الجبهه محتاجه ان انا اعمل لها فيلر، ان في بعض الناس بيسيبوا الخطوط دي سنين طويله. فبتحتاج تعمل بوتوكس وفيلر. الاول بعمل لها البوتوكس، استنى عليها اسبوعين وابدا ان انا احقنها الفيلر. لكن اذا بعمل مثلا فيلر للخدود مع بوتوكس للجبهه مفيش مشكله، بيتعملوا في نفس هيتعرضوا سوا. لكن لو نفس المكان لا، هستنى شويه. تمام، هايل جدا. في سيده بتسال بتقول دكتور انا عندي 34 سنه بس عندي تجاعيد خفيفه حوالين الفم، بتقول لك انا عايزه يعني مش عايزه تخش بقى في جراحه، بتقول لك اعمل ايه دلوقتي وهي سنها لسه يعني 34؟ يعني نعمل زي ما شفنا فيلر، يعني نعمل حاجه زي الهايفو، حاجه تخلي الجلد يتشد ويتحسن الكولاجين على حسب الخطوط دي هي في الاول ولا بعدين. بتقول ان هي خفيفه قوي، تعمل لها اجهزه، ممكن نشتغل عليها اجهزه، ممكن نشتغل عليها حقن على حسب الدكتوره بتاعتها او دكتور يبص عليها ويشوف. تمام، حلو قوي. طب بالنسبه للتجاعيد اللي حوالين العين يا دكتور ازاي بتتعالج؟ احنا يمكن حضرتك قلتي قبل كده. طب خلينا في سؤال تاني، ده كل دي اسئله من الفيسبوك، فهل في حل لتجاعيد الرقبه؟ طبعا تجاعيد الرقبه يا اما بنعمل لها برضو بوتوكس، بنعمل لها خيوط، يا بنعمل لها فيلر، يا بنعمل لها برضو جهاز. فكل احنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعمل لها كومباينيشن مع بعض. على حسب الحاله جايه في الاول، متاخره، كبيره في السن، رقبتها تخينه ولا رفيعه. حلو جدا دكتور. طب احنا بقى هنتكلم في حاجه ثانيه خالص وهي زراعه الشعر. في ناس كتير جدا بيعانوا طبعا من صلع، سواء كان وراثي، سواء كان مثلا سوء تغذيه، حاجات كتير جدا. تمام. ازاي بقى استعيد شكل شعري من جديد وان انا يعني اتمتع بشعري زي ما بيقولوا؟ طب مش كل الناس تنفع لها زراعه، اللي ينفع له زراعه حد فعلا عنده سقوط في الشعر، حد عنده منطقه مانحه يديها شعر، يعني يدينا شعر نحن شعرنا المنطقه مش حامله المشاكل الوراثيه. الحته اللي قدام دايما هي اللي بتبقى فارغه اكتر، ورا بيبقى عندي مثلا عند اي مثلا مريض احنا محتاجين بس منطقه مانحه اللي هي اللي ورا عشان نبدا نزرع بيها الشعر. ده الاف يو اي، طريقه زراعه الشعر بالاقتطاف. يعني دي اللي احنا قلنا ما فيش اي مشكله منها، 8 ساعات في العياده، بيجي المريض او المريضه، تخدير كله موضعي. بنعمل ايه؟ بناخد من المنطقه المانحه دي من 1500 ل 2000 بصيله، نبدا ان احنا نحطهم في المنطقه الفاضيه عشان يعني خلاص نملاها. بس ما تبقاش فيه زي زمان اللي هو الاف يو تي، انك تبقي بتشيلي فلاب من الجلد وبتعملي جراحه ورا، تشيلي الفروه الراس. مفيش الكلام ده. فطبعا دي نتائجها كويسه جدا، تنفع للرجاله وتنفع للسيدات، ده ان كيس ان في صلع فعلا وراثي او في مناطق فعلا يعني مش محتاجه ان احنا نعمل لها حاجه اقل من كده. بتبان طبيعيه ناتشرال ولا بتبان ارتفيشال؟ زراعه امتى تبقى ناتشرال امتى لا؟ احنا شايفين اهو النتيجه ده، ده بعد زراعه عملي. فكرة زراعة الشعر بس امتى تبقي ان هي ناجحة؟ لما تبقى الزراعة فعلا الشعرة مزروعة في نفس اتجاه شعر الطبيعي. ما تبقيش حاطة شعر في اتجاه تاني، فاللي يشوف اللي زرع يقول انت عامل زراعة شعر يعني. هايل جدا. طب دكتور يعني في كان بعض برضو الاسئله اللي اتكررت عندنا كتير جدا ان شعر حد خفيف، هل ينفع مع الزراعه ولا لا؟ ولا يعني حضرتك بتنصحيه بايه؟ او البلازما كمان يا دكتور. طب ما الشعر الخفيف ده مش كله هنعمله زراعه، هو لو في مكان فاضي وعايزين ان احنا نعمل له نحط فيه شعر نعمل زراعه. لكن بيجي ناس يقول لك انا مش عايز اعمل، ما عندوش استعداد للزراعه مثلا، لا مش عايز اتعالج بس عايز اعمل زراعه، اكنها حاجه يعني سهله. لا انا عايزاه الاول يتقل، لو في زي ما احنا شايفين الصوره كده دكتور، ده لا دي مش زراعه صراحه، دي حاجه اسمها بي ار بي مع اي سيل. يعني البلازما بيبقى ليها دور هنا في علاج الشعر او يعني اي حد بيعاني من شعره بيبقى خفيف. اكيد. تمام، نتيجه هايله يا دكتور، يعني برضه جابت نتيجه هايله، لانه لو في بصيله موجوده اقدر ان انا اقويها، بعمل لها بلازما او بعمل لها حاجه ثانيه، لكن لو البصيله اصلا مش موجوده هضطر ان انا اعمل زراعه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. طبعا الوقت طار هوا يا مروه، يعني اكيد حاجه مش ممكن، الوقت معاكي بيطير في ثانيه. احنا النهارده اتكلمنا عن مشاكل الشعر، قلنا نقدر نحلها ازاي، سواء كانت صلع وراثي او الشعر خف ووقع لوحده، سوء تغذيه او كده. كمان اتكلمنا عن الفرق بين البوتوكس والفيلرز، واتكلمنا عن حاجات كتير جدا جدا يا مروه مع ضيفتنا دكتور انجي العزيز. طبعا دكتور انجي دايما بيضيف لنا كل جديد في عالم التجميل، واتكلمنا النهارده زي ما نور قالت عن مشاكل الشعر المختلفه ومشاكل البشره.
بشكر ضيفتي اللي كانت منورانا النهارده دكتور انجي العزازي، استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر، وايضا حاصله على البورد الامريكي للتجميل والليزر. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا. ميرسي يا دكتور. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.